قتله علقه على الشجره فوق وبدا يقطع من الجثه وسابه ومشي. تاني يوم جم اهل القريه وهم معديين بيبص لقوا الجثه، اتلمهم ودفنوا الجثه وعرفوا الحكايه وانتهى الموضوع لحد كده. ومن بعد الحادثه ديت بقى بيقول لك كل يوم بالليل يسمعوا صوت افراح وغنى ورقص، ولحد لو حد ماشي من على البر التاني بيشوف ان في ناس هنا قاعده لابسه جلاليب بيضة وفساتين بيضة وحاجات بيضة. من ساعتها هم عرفوا ان المكان ده هيكون مسكون، بس تقدروا تقولوا ان هم ما كانوش مدين ثقة قوي للموضوع وكانوا بيقدروا يعدوا. لحد ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.